تحقق بفضل الله وتعالى ثم بفضل هذه الرؤى الحكيمة أكبر تجمع عسكري عربي إسلامي تشهده المنطقة، حيث يشارك في هذا التمرين قوات عسكرية مشتركة من عدد 20 دولة عربية وإسلامية، استجابة لدعوة المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا التمرين، والذي سبقه عقد مؤتمرات لتطوير المفهوم والتخطيط، واستغرق وصول القوات إلى منطقة الحشد 3 أيام، وتم التدريب على المهمة خلال 15 يوم. يهدف هذا التمرين إلى تعزيز وحدة الصف ودرء المخاطر التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية، والمحافظة على الأمن والاستقرار، ورفع مستوى الجاهزية القتالية، وقياس القدرة على إدارة العمليات العسكرية بناءً على ما يتطلبه الموقف العسكري، من خلال تعزيز العلاقات العسكرية بين الأشقاء والأصدقاء، وتفعيل مفهوم العمل المشترك وفقاً للعقيدة العسكرية المشتركة لمواجهة كافة التحديات والتهديدات المحتملة. وفي هذا التمرين تم التدريب على التعايش ومحاكاة جميع الظروف المشابهة للحرب الفعلية، وتحقيق مبدأ القيادة والسيطرة للدول المشاركة بالتمرين، والعمل تحت قيادة موحدة مشتركة، وتخطيط وتنفيذ وتقييم العمليات العسكرية بالحروب النظامية والغير نظامية. وتم التخطيط لحشد القوات والانتشار والاستخدام والاستدامة والإدامة والإسناد والإدامة وإعادة الانتشار للقوات المشاركة إلى دولها. ولقد حقق التمرين الأهداف التي خطط لها ولله الحمد، وبذل جميع المشاركين الجهد المميز لتنفيذ كافة المهام والواجبات المناطة بهم، ولقد حظي هذا التمرين باهتمام إقليمي ودولي.